أن يصل إلى المرمى وبعد ذلك يصل إلى الشباك. هذه الكرة موجودة الآن لمصلحة الريان. دانيال جومو. دانيال جومو يعدي. دانيال جومو موجود على غير العادة في المناطق الأمامية في هذه المباراة. كرة اللعب إلى حمد إسماعيل. حمد إسماعيل بعرضية وهذا بعشرين هدف اللاعب البرازيلي في عام 2004. هذه كرة اللعب إلى الجهات اليمين. وصلت عند حمد إسماعيل. حمد سطر في هذا العام. نيمار صاحب ال 28 سنة الذي لعب مع ليون في فرنسا ثم عاد للبرازيل إلى جانب كورينثيانز وفي 2007 عاد إلى فاغويرو. في حين حتى المعلقين أخذوا الراحة بعد أن سامحوا كيو اس ال بأن طبعا ناخذ الشاي ونريح الحنجرة. تنازلوا لنا بالشاي. هذه الكرة الآن فيها وسط الملعب في العمق ملعوبة إلى تباتا. تباتا يبحث الآن عن نقلة إلى القادم حامد من اليمين. حامد كرة خطيرة للريان يتمشى فيها. أتت عن طريق البرازيلي نيمار بمرتين وكان حضر فابيو سيزر في مرة كانت حصيلة شوط المباراة الأول. لكن لدينا صفرة حمد السباعي أتت معلنة عن بداية شوط المباراة الثاني ولدينا كرة للريان منذ بداية الشوط. حمد إسماعيل كرة وصلت إلى فابيو. كرة موجودة لدى دانيال جومو. نيمار حامد قادم كالعادة من الجهة اليمنى يدخل في العمق ويحاول التمرير الآن. ضرب الدفاعات كان قريبا من العودة للقاء لكن بعد ذلك بتعامل ذكي وبتعامل أيضا كي عرف كيف يخطف الريان اللقاء. حامد إسماعيل بكرة عرضية إلى خارج أرضية إلى وليد محي الدين. يضغط عليه حامد إسماعيل. وليد محي الدين الكرة نثير أمامية إلى راؤول. لمسة علي إلى نثير لكن يونس علي الرجل الذي يعود إلى التشكيلة الأساسية لنادي الريان. رجل الذي غاب في اليومين أو ثلاثة أيام الماضية بسبب المحاولة الماضية. 30 سنة أو على مشارف الثلاثين عمل بالنسبة للاعب الكبير. ويونس علي الرجل الذي يعتمد أيضا في التشكيلة الأساسية. التغطية المناسبة في توقيت مناسب في لحظة مناسبة يتدخل ويبعد الكرة تصل إلى حامد إسماعيل بالجهة اليمنى يبحث عن المرور والتقدم. تعادل سلبي نصف ساعة أحداث شوط المباراة الأول. الأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي والأحداث لا زالت قائمة هنا في قبة أسباير ما بين فريقي الريان والسد في كلاسيكو كرة القدم القطرية في نهائي مسابقة بطولة الشيخ جاسم بالجهة اليمنى عرضية ملعوبة في اللقطة السابقة ومباريات سابقة معا كلاعبين متواجدين في ثنائي خط هجوم منتخب البرازيل. فيما لو أقول نجح نادي الريان من الحصول على خدمات لاعب مواطن في خط كرة في الجهة اليمنى الآن محاولة المرور والتقدم بالنسبة لنادي الريان عرضية في اللقطة طبيعية إن شاء الله. تلقى جميلة لا 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 لعيب مش بقول لكم لعيبة. والحقيقة برضو الغرافة بالنسبة لثلاث أرباع الموسم أنهى الموسم بشكل ممتاز مع زيربيرتو طبعا والنجوم الكبار اللي كانوا موجودين عشان كده كملوا مع سيلاس. لكن بداية الغرافة السنة دي مش مقنعة أبدا. لمسة الواحدة إلى تباتا محطة جميلة برضو قدام. شوف الاحتفاظ بالكورة. يا سلام يا سلام حامد إسماعيل لو بالعرض دلوقتي خطر. لو دلوقتي خطر استنى عدى مر فات. هيقف ولا يشوط؟ هيقف ولا يشوط؟ يا ولد يا سيدي في استراتيجية دفاعية. قد انطلاق ناحية اليمين لحامد إسماعيل بدأ ياخد الضوء الأخضر للتقدم. فرصة الثالث